صعوبة الرسم ده طبعا ان انت بتفضل واقف ساعة في الشمس عشان خاطر تطلع رسمة، فده شيء مضر جدا للإنسان وشيء مضر للعين، بس في سبيل ان انا بحب الفن انا ممكن اعمل اي حاجة يعني. ودي طبعا رسمة لمارلين مونرو. هي ديت هواية ليا، أنا شغال في شركة إنشاءات، فشايف إن كل واحد ما يتخلاش عن موهبته، لأن هي ديت اللي بتديله الحياة وهي بتساعده إن هو يكمل في الحياة ويكون بيعمل حاجة بيحبها. واخترت النوع ده من الفن خصوصا لأن مش كل الناس قادرة إن هي تروح معارض، فأنا فكرت إن الناس ديت إن أنا أوصل لهم بالفيديو بتاعي. كل واحد معاه تليفون بيشوف آخر اليوم الحاجات اللي هي بيدور عليها، الحاجات اللي هي بتغير موده في آخر اليوم.